عقدنا لقاء موسعا مع السفير الفلسطيني بالقاهرة وأعضاء السفارة كأبسط مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية، وتشرفنا باستقبال إخواننا من الجالية الفلسطينية خلال هذا اللقاء. وكان اللقاء الأقرب إلى قلوبنا دائما كانت لقاءات الكيانات الشبابية. عقدنا معهم عديدا من اللقاءات، وسوف نستمر لما ظهر بها من تفاعل وعرض من أفكار جديدة. تلقينا منهم عشرات الأسئلة، وكنا سعداء بتقديم ما استطعنا عليه من إجابات. وخلال هذه اللقاءات لمسنا تجاوبا كبيرا وتأييدا واضحا لموقف مرشحنا، سواء لما تم في مرحلة مكافحة الإرهاب، أو في مرحلة بناء المؤسسات، أو إقامة البنية الأساسية لانطلاقة اقتصادية سوف نحصد ثمارها في الأجل القصير. فوصل لنا من مجموع هذه اللقاءات إحساس بأن الرئيس لم يقم هذه التنمية على حرف، إنما عمد إلى أن يكون أصلها ثابت وفرعها في السماء، تنمية مستدامة حقيقية ليست مجرد ومضات تضيء وسرعان ما تختفي. أما عن رؤية مرشحنا للمرحلة المستقبلية، فقد سبق أن أوضحنا أن هذه الرؤية تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم الإعلان عنها بشكلها التفصيلي في المؤتمر الصحفي القادم للحملة، ولكن أطمئن حضراتكم أنها رؤية جامعة طموحة تحمل كثيرا من الأمل وتتطلب كثيرا من العمل، لكنها بأمر الله وتوفيقه ستضمن لنا الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا. وسوف تقوم الحملة في يوم السبت المقبل بعرض إدارة نشاط الحملة وخطتها التنفيذية على صفحتها الرسمية.